سامع الكلام بس خاتي فلتر، ما بصدق الا اتاكد عن طريق المصدر، ما برد على اي حاجه واسمي قاعد صدر، تحدي واحد بمجموعه واكسب عادي بقدر، والدنيا سالكه بتمشي والشكر لله اكبر. سامع الكلام بس خاتي فلتر، ما بصدق الا اتاكد عن طريق المصدر. تنتهي لي وين؟ حنرجع نعلم الناس في الاغلاط، بترجع تعيد الروم مدرسة الفات، حتمشي صح كيف وفي مطبات، الناس دي بتكابس الناس دي بتطب، بترجع تتألم وتاني تروق، من الليل الظالم لحد الشروق، في طريق السفر لهدف محروق، ما ترجع وقارن تحسب الفروق، فلتبحث عن مخرج فاضل للنروق، وكل البام ولا عارف النتايج، جيل اسمه يقول الظل ضرايع، الافضل والاحسن في هذا الزمن الشايع، مسيطر الروم كل الوقت الضايع. وبس فرق ما حكيت في الأفكار رصيت في محيط الألغاز دخلت وحليت في عالم ما تخص بكلام وجليت في نفس اللحظة دخلت حكيت الوقت الضاع أنا منه عديت غير ذا كاركتر البيه وبديت الندم ما بينفع فبعمل بديت الندم بس برجع يكفي في البيت في نفس اللحظة دخلت حكيت الوقت الضاع أنا منه عديت غير ذا كاركتر البيه وبديت الندم ما بينفع فبعمل بديت الندم بس برجع يكفي في البيت الناس دي بتكابس الناس دي بتبق بترجع تتألم وتاني تروق من الليلة الظالم لحد الشروق في طريق السفر لحد محروق سامع الكلام بس خاتي فلتر ما بصدق الا اتاكد عن طريق المصدر ما برد على اي حاجه واسمي قاعد صدر تحدي واحد المجموعه اكسب عادي بقدر والدنيا ساكته بتمشي والشغل الله اكبر سامع الكلام بس خاتي فلتر ما بصدق الا اتاكد عن طريق المصدر ما برد على اي حاجه واسمي قاعد صدر تحدي واحد المجموعه واكسب عادي بقدر والدنيا ساكته بتمشي والشغل الله اكبر بترجع تتألم وتاني تروق من الليل الظالم وقد الشروق في طريق السفر لهدف محروق